العربي واخا تسميك العربي غادي تبقى مختار كلب ديال داك اللي اختار حيدي من الثاني ما تخافيش يا فاطمة ما يقدرش يقتلني وكان يقدر يقتل كاع ما يهرب لا ما تعجب راسك فرطاسه وحده اللي كانت فيها هذه الاحتياج على الكلب عمل اللي بغينا اننا كما سرنا على الدرب ديال مسرح غرناطة انه ما يكونش ابتذال وما تكونش تهريج ان صح التعبير وما تكونش فكاهة ديزافابور بالعكس بغينا عمل تكون فيه كوميديا اللي توصل مجموعه من 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 الرسائل ذات القيمة الاجتماعية والمعرفية للجمهور فكنتمنى على الله أننا نكون وفقنا وأنا عارف بأن الكمال لله سبحانه وتعالى وبأن العمل كيف ما كان نوعه إلى فات غير 5 على 10 ولا 6 على 10 فالحمد لله كنكون رحنا وصلنا لأن باش ندعي الكمال الكمال هو لله سبحانه وتعالى وكيبقى عمل تيرضي الناس وكيرضي الذوق الجميل خصوصا إذا عرفنا بأنه فيه رقص فيه موسيقى فيه ألحان وجميع المبدعين اللي اشتغلوا في هذا العمل هو ما ماخذين حتى شي حاجة مقلدة فالنص نص ديالنا الإخراج ديالنا السينوغرافيا ديالنا الكوستيم ديالنا حنا اللي بدعنا فيه الموسيقى الألحان الغناء فإذا شفتوا فهو عمل الحمد لله متكامل ويكفي أنه أخذ مجموعة من الجوائز فهذا شيء جميل جدا ما نقدر نقول للجمهور هو أنه أنا كان بغيكم بزاف للأسف أنني ما طليتش عليهم في هذا رمضان من خلال التلفزيون ولكن على العموم كان نحييهم وكنقول لهم مبروك عواشرهم ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم لهم طولة العمر والصحه الدائمه ان شاء الله الرحمن الرحيم عندي جوج الافلام السينمائيه فيلم جراده مالحه رفقه المخرج دريس الروخ وفيلم المزالات رفقه ديمنه بن عيلات افلام سينمائيه ان شاء الله الرحمن الرحيم وعندي فيلم تلفزيوني لاعب سترونج مع القناه الثانيه رفقه الاستاذ حسن غنجة فهذه اعمال ان شاء الله الرحمن الرحيم بالاضافه لعمل مسرحي اخر اللي هو غيكون في الاسبوع الماجي ان شاء الله في مسرح محمد الخامس اللي هو دار الباشا اللي تنتمنى انه رفقه مسرح غير ارلوكان اللي كنتمنى انه حتى هو ان شاء الله يلقى الاقبال كيف ما لهذا العمل هذا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.